يهتم العلماء ايضا بهذا النموذج. في هذا المختبر المفتوح الذي تبلغ مساحته 450 كيلومترا مربعا، يقوم فريق المركز الوطني للبحوث العلميه بفحص التلقيح وتأثيراته على غله المحاصيل. على سبيل المثال لو تحدثنا عن زهره دوار الشمس، فيحدد محصولها من خلال قطر الزهره. بعد ذلك هناك عنصر اخر مهم جدا وغالبا ما يتم تجاهله. وهو أنه يجب تلقيح الزهرة لإنتاج بذرة. إن تم التلقيح على نصف الزهرة أو على مساحتها كاملة، فمن الواضح أن هذا يؤثر على المحصول بشكل كبير. يمكننا أن نرى البذور بوضوح هنا، إنها ليست كبيرة جدا، ولكن عندما ننظر إلى مركز الزهرة، نجد المزيد من البذور. كانت هناك الكثير من الزهور، لكن لم يتم تخصيبها أو تلقيحها، لذا فهي لا تنتج البذور. في حالة زهور دوار الشمس هذه، تمكنا من إثبات أنه بين قطعة أرض خالية من النحل وقطعة أرض غنية بالنحل، فالفرق في المحصول يصل في 40%، وهو رقم كبير. نرى النتائج نفسها كل عام، ولدينا النتائج نفسها مع بذور اللفت. بعدما أظهرنا أهمية الحشرات الملقحة ولا سيما النحل، قلنا لأنفسنا: كيف يمكننا زيادة أعداد النحل على قطع الأرض؟ لأن جذب النحل إلى الأرض ليس بسيطاً. الواضح أن الأمر لا يزال حدسياً إلى حد ما. وجود المبيدات الحشرية يضر بأعداد الحشرات الملقحة. كما أثبتنا أن مبيدات الأعشاب تضر بوجود النحل، وتجدر الإشارة إلى أن النحل البري مثله مثل نحل المزارع، يتغذى حصرياً على الأزهار. لهذا السبب مبيدات الأعشاب لها تأثير كبير على وجود النحل، لأنها تقضي على الزهور البرية. وهكذا تقضي المبيدات على الموارد الغذائيه للنحل يتم تخصيص مساحه هذه المنطقه بالكامل للزراعه البيولوجيه هذا لا يحدث على قطعتين او ثلاث قطع من الارض بل على مساحه مئات الهكتارات تم تلقيح جميع الازهار الصغيره تقريبا في زهره دوار الشمس هذه اذ بامكاننا رؤيه انتفاخ البذور هذا هو الحال بالنسبة لجميع الزهور الموجودة في قطعة الأرض هذه تقريبا، ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن زيارات الحشرات الملقحة أكبر بكثير إلى قطعة الأرض هذه. تمكنا من دراسة ما نسميه حل النحل. أحاول زيادة محاصيلي باستخدام النحل فقط عن طريق تقليل المدخلات وزيادة الأسطح غير الزراعية، مقارنة بسيناريو احاول فيه زيادة العائد للحد الاقصى باستخدام منتجات نباتية ومبيدات حشرية واسمده في الحالتين يمكن زيادة الغله بنسبه عشرات عده في المئه لكن في سيناريو النحل مع بذور اللفت مثلا تدفع المنفعه الاقتصاديه سعر المحصول ل 160 يورو للهكتار في حين ان محلول الكيماويات الزراعيه لا يكسبك اي اموال، لان هذه الزياده في العائد يتم الحصول عليها عن طريق زياده التكاليف الصادره، في النهايه الفوائد لاغيه وباطله عمليا. من دون التلقيح لن تكون هناك منتجات زراعيه في حقول اللوز في كاليفورنيا، المساحات السطحيه هائله. 80% من انتاج اللوز في العالم يتم هنا. هذه سوق قيمتها 4 مليارات دولار. لتلقيح اشجارهم يستاجر منتجو اللوز شاحنات كامله مليئه بخلايا النحل من كل البلاد الزراعه المكثفه ومبيدات الاعشاب تجعل الارض معاديه للنحل تكلف فرق بفحص صحه المستعمرات بانتظام ويتم دعمهم ماليا من شركات الكيماويات الزراعيه الكبرى هناك مليون فدان من اللوز في كاليفورنيا، وهذا يتطلب نحو مليوني خلية نحل كل عام، أي ما يقرب من ثلثي مخزون خلايا النحل في الولايات المتحدة. هذا جيد، أشكرك. عندما لا يأتي مربو النحل إلى كاليفورنيا للعناية بجماعات النحل الخاصة بهم، لا نتمكن من متابعة عمليتهم بأكملها إذا كان لديهم ثلاثة آلاف مستعمرة ولكننا نأخذ عينات من مجموعة فرعية ونفحصها دائما يسكن هذا النحال في داكوتا الشمالية لكنه يمر عبر تكساس ويمر عبر كاليفورنيا ويمر عبر داكوتا الشمالية طوال العام لذا في الوقت الحالي الجميع يعمل في اللوز ربما يشحنون بعض النحل الى تكساس بعد ذلك وعندما يكون الطقس دافئا في داكوتا الشماليه سيرسلون النحل الى هناك ثم يكررون ذلك مره اخرى العام المقبل اذا هنا لدينا سبع عشره حشره سوس هذه اعلى نسبه منها بعض مربي النحل الذين سنختبر نحلهم في الايام والاسابيع المقبله اختبروا معدلات وفيات تقدر بخمسين في المئه بعضهم عانى من معدل خمسه وسبعين في المئه نتوقع زيارتهم في اليومين أو ثلاثة أيام المقبلة إذا خسر مربو النحل ثلاثة آلاف مستعمرة من أصل أربعة آلاف في تجارة النحل الأمريكية يعد التلقيح بالطلع مصدر الدخل الأكبر لمربي النحل لذا فالصناعة بشكل عام تعتمد على عقود التلقيح أكثر من اعتمادها على إنتاج العسل أعتقد أن الدافع الأكبر للتلقيح هو نمو المساحات المعتمدة على التلقيح من المؤكد أن النمو في المساحات المعتمدة على التلقيح في كل العالم كان أسرع من النمو في أعداد المستعمرات نعلم أننا في أوروبا نخسر ملايين عدة من خلايا النحل لتتمكن الزراعة من تلقيح غلة محاصيلها لأقصى حد هذا تحدي استراتيجي نحن نقدر أن كلفة التلقيح في فرنسا تعادل ملياري يورو بينما يوفره النحل للزراعة من دون كلفة لكن هذه الكلفة أعلى من ذلك لو اضطررنا للتلقيح باليد فقد تصل إلى عشرة مليارات لن يكون هناك المزيد من البطالة وسيكون إعلان وزارة العمل عن التلقيح اليدوي في فرنسا مبادرة جيدة للغاية أي أن هذا أمر غاية في السخافة أصبح العالم بلا نحل حقيقة في مناطق معينة من الصين ففي بساتين سيتشوان على مدار اكثر من ثلاثين عاما ادى استخدام المحاصيل الاحاديه والاستخدام المكثف للمبيدات الحشريه على اشجار الفاكهه لتقليل اعداد النحل والحشرات الملقحه كثيرا هنا بدأ التلقيح اليدوي منذ عشرين أو ثلاثين عاما ليس هناك ما يكفي من النحل لتلقيح جميع مزارع الفاكهة فعلينا القيام بالتلقيح باليد نيابة عنها بقي الكثير هذه شجرة التفاح اعتدنا على ذلك نستخدم ادوات لاخذ حبوب الطلع من ذكور ازهار شجره التفاح ثم نستخدم ادوات من فضه الريش لاضافه حبوب اللقاح الى اناث الازهار هكذا يتم ذلك انه يقوم بهذا منذ سنين هو خبير جدا يستغرق تلقيح هذه البساتين يدويا نحو الشهر ومن دونها كانت لدينا امراض وافات على الاشجار كل البساتين بحاجه لمبيدات حشريه هذا احد الاسباب الرئيسيه في انخفاض اعداد النحل هنا عندما يرشون الأشجار بالمبيدات، إذا استمرت عاملات النحل في جمع الرحيق منها، فستجلب المبيدات إلى الخلية، ثم تموت. لن يكون لدي المزيد من خلايا النحل، لن يتبقى لدي شيء. بمجرد أن يبدأوا برش الأشجار هنا، عندما تبدأ الأشجار في التفتح، علينا أن نأخذ النحل إلى الجبال. لا يوجد تلوث ولا نشاط بشري في الجبال هناك يمكن للنحل جمع غبار الطلع ذلك المكان افضل للنحل من السهول هيا وصلنا انتهى عملنا اليوم لا يمكن ان يستمر العالم دون حشرات الامر محال يمكن أن نرى مشاكل غذائية خطيرة للغاية ربما نحن نشهد بداية ذلك العالم بالفعل فعاجلا أم آجلا بهذا الانحدار المستمر في أعداد النحل سنواجه مشاكل كبيرة أعتقد أننا قمنا بعملنا كباحثين أثبتنا أن هذه المشاكل حقيقية مبيدات نيونيكوتينويد ليست جيدة للتنوع البيولوجي ولها تأثيرات غير مقبولة على التنوع البيولوجي والنحل وكل شيء آخر وعلى صحة الإنسان قام النحلون بعملهم وقرعوا ناقوس الخطر وقدموا التقارير ودافعوا عن النحل والحشرات الملقحة بالعموم على صناع القرار تحمل مسؤوليتهم وأخذ الأمور بشكل جدي يوجد الآن وعي عالمي ومع ذلك ما زال السياسيون يكافحون من أجل تشريع استخدام المبيدات وتنظيمه كل عام في كل العالم تستخدم أربعة ملايين طن منها في الزراعة في أوروبا بعد مفاوضات طويلة تم أخيراً حظر ثلاثة من كل خمسة من مبيدات النيونيكوتينويد في العام 2018 لكن ما زال يسمح ببعض المنتجات الشديدة السمية في الاتحاد الأوروبي قامت دولة واحدة فقط بحظر جميع مبيدات النيونيكوتينويد وتلك الدولة هي فرنسا التي كانت تقدمية للغاية ما ساعد على وضع الامور موضع التنفيذ داخل الاتحاد الاوروبي لكن للاسف تراجعت فرنسا مؤخرا خطوة الى الوراء من خلال اعادة ترخيص الاميدا كلوبريد وهو مادة نيو نيكوتينويد تستخدم على الشمندر الاحمر ومن الممكن ان يستمر هذا في المستقبل نحن نطبق استثناء صغيرا وانا اصر عليه سيقتصر فقط على الشمندر الاحمر اعلم ان هذا ليس في القانون حاليا لقد قرأت القانون لكنني مقتنعة بأن العمل البرلماني سيثري هذا القانون بشكل كبير فحالما ننتهي ونغادر الغرفة سيقتصر هذا القانون على الشمندر فقط ولكن غدا من سيطلب الشيء نفسه؟ مزارع الذرة؟ مزارع الذرة لديهم المشكلة نفسها سيقولون لكننا ننتج الذرة لذلك نحن في حاجة إلى مبيدات النيونيكوتينويد اي سنجدها في الاراضي التي تمت معالجتها وستنتقل الى دوار الشمس او الحنطه السوداء او بعض النباتات المزهره الاخرى مثل بذور اللفت وبعدها سنرى ارتفاع معدلات وفيات الخلايا مره اخرى عندما حضر استخدام مبيدات النيونيكوتينويد على دوار الشمس دونت الصناعة الزراعية التي كانت مهتمة بدوار الشمس قائلة هذه نهاية دوار الشمس سينفد الزيت ولن يتبقى شيء مرت سنوات وظلت عائداتها كما هي نفس الشيء بإنتاج بذور اللفت مرت سنوات عدة والغلة هي نفسها لا أفهم لماذا سيكون الشمندر السكري استثنائيا جدا أنا متأكد من وجود طرق بديلة درسنا شمندر السكري كما فعلنا مع غيره ياتي وقت عليك تغيير النموذج الزراعي ما هي الحقيقه الحقيقة أنه منذ العام 2013 اقترحت المفوضية قانونا على الدول الأعضاء في 25 مناسبة منفصلة لحماية النحل من المبيدات الحشرية أكثر. الحقيقة أن 40% من الحشرات اختفت خلال العقد الماضي، ومعدل وفيات النحل يصل ل 80% في مناطق معينة من الاتحاد الأوروبي. الحقيقة أن الزراعة المكثفة هي المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض، وكذلك الاستخدام المفرط للمبيدات. الحقيقة أن رؤساء الدول يجب أن يضعوا حدا لنفاقهم في مسألة المبيدات، وأن يتوقفوا عن تسهيل عمل الشركات الكيميائية الزراعية متعددة الجنسية. أحرزنا تقدما على مستوى المجتمع، وفي طريقة صياغة أهدافنا. بعبارة أخرى أصبح الناس على دراية بالمسألة التي تتعلق بالتحديات المناخية. التي تحولت بشكل واضح وصريح لمجموعة من الأهداف المحددة. أما فيما يتعلق بالمبيدات كمثال، قلنا إنه بحلول العام 2030 يجب تقليل استخدام المبيدات بنسبة 50%. بحلول العام 2030 أي في أقل من عشر سنوات نهدف للوصول إلى حالة نقلص فيها استخدام المبيدات للنصف بشكل عام وخصوصا المبيدات الأكثر خطورة والتي يمكن إبدالها قللنا استخدامها بمقدار النصف أيضا وضعنا تدابير جديدة حيال الزراعة العضوية ووجود المزيد من الميزات للمناظر الطبيعية وما إلى ذلك عندما ننظر للدور الذي يلعبه النحل في زراعتنا توصلنا إلى أن عمل النحل في المنتجات الزراعية الأوروبية تصل قيمته ل15 مليار يورو، فعلينا التأكد من أنها محمية جدا ولديها بيئة لتزدهر فيها. هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها المفوضية الأوروبية بأن مبيدات الآفات تمثل مشكلة وأنها عامل مدمر للبيئة وتشكل خطرا على صحة الإنسان. رحبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذا الهدف بخجل شديد، كما أن هناك تراجعا وضغوطا هائلة من الصناعة الزراعية. من أجل استباق جهود الاتحاد الأوروبي لسن القوانين، تعمل الشركات العملاقة الأربع في صناعة الكيماويات الزراعية على تطوير استراتيجيات الضغط، إذ ينفقون 11 مليون يورو كل عام للدفاع عن مصالحهم في بروكسل. توظف كل شركة متعددة الجنسية جماعات الضغط الخاصة بها، لكنها أيضاً تتحالف مع جمعيات تعمل لصالحها. على الرغم من أن الصناعة استثمرت ملايين اليورو في دراسة جزيء واحد، عندما يتم طرح هذا الجزيء في السوق، تكون هذه السوق عالمية، أي مليارات اليورو على المحك. نحن نتحدث عن مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة. لذلك نجد صعوبة كمواطنين عندما يتعلق الأمر بقياس هذا التأثير. كان لدور المال والتمويل في هذه الآلية تأثير على الاضطراب الذي لاحظناه. عندما تعمل في صناعه مبيدات الافات فانك تواجه مشكله وهي ان لديك صوره سيئه جدا للعامه لانك تبيع السم مقابل المال وهذا الامر لا يحظى بشعبيه كبيره في الماضي كان الفخر المهني للمزارع ياتي من اطعامنا جميعا وهذا صحيح يقوم المزارعون باطعامنا بالفعل اختارت شركات المبيدات ان تشارك في هذا الامر فسيطرت على هذا الجدال وخصصت عناصر الاتصال المرئية واللغوية هذه إنهم يعملون باستخدام رسالة الزراعة رغم أنهما أمران مختلفان لجماعات الضغط الكثير من المحامين المحنكين ذوي الصلة القوية وبعدها هناك عمليات اندماج توجد جمعية أوروبية واحدة تضم جميع أعضاء الضغط فهم الذين قرروا في عشية مناقشة عامة حول الجليفوسات عرض هذه الشرائح الكبيرة التي يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار على جدران البرلمان وجدران المفوضية الأوروبية أتت إحدى الشركات الكبيرة التي تبيع هذه المبيدات لمقابلتي شخصياً، وطلبت مني إصدار إعلان عام مقابل تسوية مالية، وطلبت مني التشكيك في هذا الحظر العام على مبيدات النيونيكوتيونيد، قائلة: كان ذلك سيئاً بالنسبة للنحل، فيجب منع استخدام هذا المبيد في المحاصيل واسعة النطاق. ولكن لا يزال بامكاننا استخدامه على محاصيل اخرى مثل تقليم الاشجار او البيوت الزجاجيه عندما نتحدث عن الضغط يجب علينا دائما التفريق بين المرحله التقنيه والمرحله الاساسيه. يتم تحديد المرحله التقنيه اساسا بواسطه العلم. هذه هي المرحله التي يوجد فيها المال، لذا فهي اكثر اهميه على ما اعتقد. تذهب معظم اموال وجهود الضغط الى هذا، لكن بعد ذلك تتحول المساله بسرعه كبيره وبشكل مباشر لسياسات البحث. الصناعات الخاصة هي التي تستثمر في هذا البحث، ويوضع عامة الناس في وضع الاختبار فقط. لا يبدو ذلك جيدا لضمان نزاهة النتائج. هناك أقسام كاملة من التقارير عن الجليفوسات، وهي الدراسة التي كنا نقوم بها والتي تم تحريرها بواسطة الصناعات الكيماوية الزراعية والصناعات الزراعية. عندما يرغب مصنع مبيدات حشرية في الحصول على تصريح لطرح مبيداته في السوق في أوروبا، فأصحابه ينفذون الدراسات ويمررونها بعدها إلى الوكالة التنظيمية المعنية. من الواضح أنهم لم يرسلوا أبدا تقريرا يقول إن هذا الجزيء سيء وخطير جدا، ويكاد يكون من المستحيل استخدامه في ظل ظروف مقبولة. سينتهي الأمر بتقرير كل شيء على ما يرام. المشكلة هي من يقرر في النهاية؟ الذي يقرر هو الصناعات الزراعية والكيماوية، فقد كانت لديها قبضة محكمة على النموذج لفترة طويلة، وليس لديها مصلحة في تغيير هذا النموذج. يقودنا هذا النظام بلا هوادة نحو عالم خالٍ من النحل. الشركات الناشئه والشركات المتعدده الجنسيه والجامعات كل واحده لديها حل بديل خاص بها لضمان استمرار التلقيح بالطلع طائرات من دون طيار فقاعات حبوب الطلع رشاشات انه سباق تسلح تكنولوجي للاستيلاء على حصه سوقيه تقدر بمئات المليارات من اليورو سنويا نحن نطور نظام تلقيح ميكانيكيا يبدا من انتاج حبوب الطلع وينتهي بنثرها مره اخرى على الاشجار وللقيام بذلك نستخدم الالات التي تسمح لنا باطلاق حبوب الطلع ولا نقوم برشها بل نطلقها على الغطاء النباتي سنشهد ازمه خلال 15 عاما عندما لن يكون لدينا ما يكفي من الحشرات في العالم للقيام بالتلقيح، وستختفي حينها معظم الفيتامينات والاطعمه. تقوم صناعه اللوز في كاليفورنيا بالفعل بانفاق حوالي 400 مليون دولار على خلايا النحل سنويا دون ان يكون لديها ما يكفي من الاستثمار واستعاده عائد الاستثمار. هكذا هي السوق حاليا. يتم حاليا اختبار حلول مستقبليه اخرى، يعمل فريق من جامعه هارفرد على تطوير انواع عده من النحل الالي. يهدف هذا البحث لانشاء اسراب من الروبوتات، طائرات من دون طيار صغيره تزن 80 ميلي جراماً موجهه بالكهرباء الساكنه وقادره على تلقيح حقول باكملها. بالطبع تقدم المجموعات الكبيره الان حلولا تقنيه مع النحل الالي، الذي لن يتاثر بالمبيدات بالطريقه نفسها، لكن المبيدات الحشريه لا تؤثر فقط على النحل، نحن من نحتاج الى الحمايه، وكذلك التنوع البيولوجي الذي نعيش فيه معا. في المختبرات في كوريا الجنوبيه وفي جامعه اوستن في امريكا، بدات تجربه جديده في الحصول على نتائج جيده. يعمل علماء الاحياء على تهجين نحل معدل وراثيا. للتوضيح، هذا سيعدل جينات النحل بحيث يكون أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية، ما يسمح باستخدام المبيدات الحشرية مع الحفاظ على تلقيح النحل. هنا أقول احذروا، نلعب دور الطبيعة هنا، نخاطر بالكثير من أجل المصالح الاقتصادية، وستنعكس نتائج المخاطرة على الكوكب بأسره وعلى سكانه. لن يتم استبدال النحل أبداً. التلقيح بالطائرات من دون طيار أو الآلات لن يكون أبداً كما يفعل النحل. لن تكون الطائرة من دون طيار قادرة أبداً على التطور في تعايش مع نبات. لن تكون قادرة أبداً على التطور مع الأنواع الشقيقة. لذا فرعاية النحل وحمايته هما مهمتنا وواجبنا. النحل هو نذير الخطر في عصرنا وهو على حافة الدمار، ومع ذلك فإننا نشهد زيادة في الوعي الجماعي. يتعلم النحالون والمزارعون العمل معاً كما هو الحال في بوليفيا، حيث يقوم المزارعون بإنشاء مناحل جماعية لتلقيح محاصيلهم وتجنب استخدام المبيدات. اسمعوا جميعا بإمكان شخص أن يوفر سربا وبإمكان آخر توفير الشمع ومن ثم سنجمعها معا يمكننا الاستفادة جميعا من هذا دعونا نفكر في الأمر بطريقة جماعية القتال مستمر على مستويات عدة النحالون في حراك وهم يقومون بمبادرات للتأثير على الرأي العام المواطنون يتدخلون في أوروبا تطالب مبادرة المواطنين التي جمعت أكثر من نصف مليون شخص بإزالة المبيدات الاصطناعية والمزيد من الدعم للزراعة التي تحترم البيئة من سان رافائيل في أمريكا اللاتينية إلى باتامبانك في كمبوديا من سيفين إلى غوروا يتم إنشاء مراكز حماية للنحل المحلي والمتوطن في كولومبيا يتم تعليم تربية النحل الآن مجاناً على المستوى الوطني كجزء من التدريب المهني في جامعة تولوز يتم تقديمه الآن كدورة تدريبية محددة لرفع الوعي والمشاركة ونقل المعرفة وتغيير النظام اختفى 85% من الحشرات في العشرين سنة الماضية حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أننا سنستمر بسماع طنين النحل غداً في كل العالم